ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فما هو الوقت الذي يدعو فيه الصائم؟ أهو قبل أذان المغرب أم بعد أذان المغرب؟ نعم، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ثلاث دعوات لا ترد، وذكر منها دعوة الإمام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم، وجاء أيضا في رواية أخرى دعوة المسافر. وجاء في هذا الحديث دعوة الصائم حتى يفطر، وفي رواية دعوة الصائم عند فطره، فهذا يدل على أن للصائم دعوة مستجابة، وهذه الدعوة أثناء الصيام. وأيضا جاء في الحديث الآخر عند فطره، أي عند الإفطار يدعو الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال، هل يدعو قبل الأذان أم بعد الأذان؟ الحديث بين أنه صائم، ولذلك لو أنه أفطر لا يقال بأنه صائم، ولذلك عليه أن يكثر من الدعاء عند صيامه وهو في الصيام، وأيضا عند الإفطار قبل أن يفطر يدعو الله سبحانه وتعالى قبل الأذان. ولكن نقول لو أذن المؤذن هل نقول يشرع له أن يدعو في هذه الحالة؟ لا، نقول أنه عليه أن يعجل الفطر. المسلم إذا أذن المؤذن لا يدعو، ولكن يعجل الفطر، يفطر ويكثر من الاستغفار. وكذلك ورد في الحديث أنه بعد فطره، عندما جاء في الحديث ولو كان فيه ضعف، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر عند الله، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذه وردت، ولكن ولو كان فيها ضعف يقولها المسلم، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يفطر. ولكن الدعاء الذي جاء في الحديث للصائم دعوة حتى يفطر، وأيضا عند فطره، فعلى المسلم أن يتحرى مثل هذه الأوقات في الدعاء. نعم.